انا وقعت لي مشكله، توفى السيد ديالي النهار في العيد الكبير، خلى لي 4 ديال اليتامى وخلى لي موباه. دابا هاد السيد انا ما بخباريش، وجاوني جا شي سيد داعيني في المحكمه التجاريه بان انه دفع عنا واخد ما عنده شي شيكات كريدي، وتيقول لي تأدي وعطيني مهله ديال 15 يوم، ما عنديش منين أأدي. وانا ما كنت عندي العلم حتى ديال هادشي، ما عارف ولا عاطي لا شيكات لا حتى شي حاجه. السيد مات الله يرحمه، معرفش شنو غادي ندير. تيقول لك حكموا عليا غيابيا، انا ما عمرها ما جاتني شي سيد على الدار ولا شي حاجه، ما عطونيش حتى الحكم بالتنفيذ، جا العون القضائي للدار عطاني السيد عاوم شاف حالو، هذا الشيء اللي توصلت به. صافي قال لك المحكمه التجاريه حاكم عليا باش نادي 6 الملايين ونص وعليه شي 7، وانا ما عنديش الله غالب ملي غندفع هاد الفلوس هادي. ولادي دابا خايفين، قال لك خلى لي هاد السيد ما خلى حتى حاجه، خلى لي الله سبحانه وتعالى وخلى لي الدار بالكريدي، البنكه باقا ما تسلمت لا دار لا حتى شي حاجه، وتيقولوا لي غادي يحجزوا لك على الدار، وانا ولادي خايفين نخرجوا الزنقه وداك الناس كبارين في الركنه، ما عرفش شنو غادي ندير. دابا الله يجازيكم بخير، اهلا جيت عندكم ثم تلقاو لي حل يرحم الوالدين. دابا الله يرحم الوالدين اللي بغى يعاونني، النمره ديال التليفون 06 77 05 62 83.